بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام الكمال. في نفس السياق مش نذكروا ماذا حدث بين رسولنا عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول له: يا رسول الله، مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. شوف الشغل، شوف الاهتمام، هؤلاء هم أهل الإسلام الأوائل وما كيفهم حد، ما كيفهم حد. زيدك تقول لي أنا شبيبي أبي بكر صديق ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ولا ذو النورين عليه رضوان الله ولا سيدنا علي كرم الله وجهه. قال يعني عنا أسباب نذكره من أجلها ذكر الحسن. معاوية ما خداش رومية وجاب منها تقريبا الكلب اللي خلاها، وما أدخلش على النظام الإسلامي اللي كونه العائلة التركية مستبدة. كلب يزيد هذا اللي يلعب القردة ويلعب الكلاب، هو أشر القردة وأشر الكلاب. عاطية بسيت اشتعروا اللي احنا نوع وما نوع نوعتو المصريين الهمال السقاط. قالك انتم شعب ونحن شعب. يا اخوان المسلمين، اذا كان صدقوا مع رب العالمين نسياتكم يا كلاب، واصكم ساقط، اصكم من نوالي فرعون عمل فيهم عمل وجد عليهم فاستخف قومه فاطاعوه بعد ما قال انا ربكم الاعلى. يعني يسال عندهم التصديق اللي كلام نطق به اسقط خلق الله وهو فرعون تقريب رمسيس الثاني، والسلام علينا بالتمام والكمال.